انا جعان قوي. اتفضل يا نمر، الاكل بتاعك اهو. اكلي واكل عيالي. ايه ده اللي وقع في البحر هناك ده؟ اما اروح اشوف كده، ده حاجه بتلمع، ممكن تكون جوهره ولا حاجه، اخدها وابيعها. الله، دي جوهره فعلا. الله، والله وبقيت غنيه نمور. اما اخدها بقى واروح ابيعها في السوق. الله الله، ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه ده، انا بقيت قوي جدا وعندي عضلات. الله الله، هي دي بقى فرصتك يا نمور علشان تصطاد وتشبع وتاكل وتملى بطنك. انا لازم احتفظ بالماسة السحرية دي علشان هي اللي هتحولني لوحش. ايه ده يا ماما، انت جيت منين يا وحش انت؟ سيبني سيبني سيبني، روح لماما. تعال لي يا خروف، تعال لي، انا جعان قوي. يا سلام يا سلام، كان خروف لذيذ قوي. يا سلام، القمح لذيذ قوي. نم 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 نم. تعالي لي يا بقرة يا حلوة يا ملظلظة. ايه ده؟ ايه الوحش ده؟ سيبني سيبني في حالي، ابعد عني. معلش يا بقرة، انا جعان قوي ومضطر ان انا اكلك دلوقتي. يا ملك الغابة يا ملك الغابة، الحقنا يا ملك الغابة. خير يا حيوانات الغابة، في ايه؟ ايه اللي مخوفكم؟ النمر يا ملك الغابة، النمر المتوحش يا ملك الغابة، عمال ياكل في الحيوانات، شوف لنا حل، احنا خايفين قوي يا ملك الغابة. نمر متوحش هنا في الغابة بتاعتي؟ جه منين ده؟ طيب بقول لكم ايه يا حيوانات الغابة، خليكم انتوا هنا وانا هروح اشوف النمر ده بيعمل ايه وجاي منين. انت يا نمر يا متوحش، ايه اللي جايبك هنا في الغابة بتاعتي؟ الصراحة كده انا جعان قوي وجاي ادور على حاجة اكلها في الغابة بتاعتك يا اسد يا حلو انت. يعني انت مشكلتك كلها في الاكل؟ طب ايه رأيك لو انا جبت لك كل يوم الاكل انا والحيوانات، بس ما تاكلش حد؟ اقتراح جميل برضو، انا برضو كده مش هتعب وهبقى قاعد مرتاح في بيتي والاكل يجيلي كده. تمام قوي يا ملك الغابة، انا موافق على الحل ده. خلاص اتفقنا يا نمر يا متوحش. اسمعوا يا حيوانات الغابة، انا رحت للنمر المتوحش النهاردة واتفقت معاه على حل، هو ما عادش هياكلكم خالص، بس للأسف في خبر هيزعلكم. خير يا ملك الغابة، ايه اللي حصل؟ للأسف يا حيوانات الغابة، النمر المتوحش عايز كل يوم حد فيكم يجيب له الاكل، يا الا هياكلكم كلكم وهياكلني قبلكم. ازاي كده يا ملك الغابة؟ ده احنا بنكفي عيالنا بالعافية وبنجيب الاكل بتاعنا كل يوم بالعافية، هنأكله هو كمان؟ معلش يا بقرة، انتوا تجيبولوا الاكل احسن ما ينزل كل يوم ويخوفكم ويجري وراكم وياكلكم. ماشي يا ملك الغابة، هنعمل ايه يعني؟ ما احنا غلابة في الغابة ومش لاقيين ناكل، وكمان جاي ياكلنا وعايزنا نجيبله الاكل. معلش يا حيوانات الغابة، ان شاء الله يكون ده حل مؤقت على ما الاقي طريقة واتخلص من النمر المتوحش ده للابد وتعيشوا حياتكم زي ما كنتم. اما اطلع بقى اشوف حيوانات الغابة الحلوين دولي هيجيبولي اكل ولا لأ.
اتفضل يا نمر الاكل بتاعك. ايه ده يا حبيبي اللي انت جايبه ده؟ خس وجزر؟ انا اكل خس وجزر؟ معلش يا نمر، ما لقيتش حاجه خيرهم ما تاكلنيش، انا اسف. طيب يلا امشي من وش، المره الجايه تجيب لي حاجه غير الخس والجزر ده يا الا هاكلك. اما نشوف بقى اللي جاي ده جايب ايه. اياك يكون جايب حاجه حلوه. اتفضل يا نمر اكلي واكل عيالي. بالف هنا تدفعوا تاكلوا. ايه ده انت جايب سمك صغير كده ليه؟ ده مش هيكفيني خالص، المره الجايه تجيب سمك كبير، فاهم ولا لا؟ فاهم يا نمر فاهم. يلا اللي بعده. اتفضل يا نمر الفول السوداني اللي انا جمعته النهارده. ايه ده فول سوداني؟ انا هاكل فول سوداني على اخر الزمن؟ يعني انت يا فيل يا تخين انت يا كل ده وجايب لي طبق بس فول سوداني؟ امشي من وشي دلوقتي. الحيوانات دي بتستهبل ولا ايه؟ على اخر الزمن يا نمور هتاكل فول سوداني وخس وجزر؟ وده ايه ده كمان؟ موز؟ ايه ده يا حبيبي اللي انت جايبهولي؟ انا هاكل موز احسن من مفيش يا نمر يا متوحش. انت بتقول ايه؟ اقصد يعني والله ما لقيت اصلا الموز ده، انا اصلا ما بعرفش اجيب غير موز، انا قرد انت عارف. طب يلا امشي من قدامي وروحوا بلغوا الاسد ان الكلام ده مش نافع، انا عايز لحمة. انا هدخل استريح بقى في الكهف بتاعي، انا تعبت من الحيوانات دي النهاردة. يا سلام يا سلام على المسا السحرية دي اللي خلت الحيوانات كلها تخاف مني وتجيب لي الاكل لحد عندي، انا لازم احافظ عليها احسن لو حد من الحيوانات شافها ولا خدها هرجع لاصلي تاني نمر ضعيف. وبعدين بقى انا لازم اخبيها فين فين؟ اظن المكان هنا امان، محدش اصلا يقدر يدخل عندي، كلهم بيخافوا مني. يا اسد سيمبا يا اسد سيمبا، الحي يا اسد سيمبا، الحي يا اسد سيمبا. في ايه يا قطقوطه بتنادي بصوت عالي ليه؟ في ايه؟ النمر يا اسد سيمبا، النمر نمور هو اللي عامل نفسه النمر المتحول. انا مش فاهم حاجه، وضحيلي يا قطقوطه قصدك ايه؟ انا شفت النمر يا اسد سيمبا بيتكلم عن ماسه سحريه هي اللي حولته للنمر المتوحش اللي كان بياكل الحيوانات. انت متاكده يا قطقوطه من الكلام ده؟ ايوه متاكده يا اسد سيمبا، انا شفته بعينيا. الحق يا اسد سيمبا انقذنا منه. والله لوريك يا نمور علشان تعمل كده في حيوانات الغابة، واسعيلي كده بقى يا قطقوطة. ايه ده الاسد سيمبا؟ ايه اللي جابك عندي هنا يا اسد سيمبا؟ جاي ازورك يا نمور، هات بقى المسا السحرية ديت، كل حاجة بانت يا نمور. لا محدش هياخد المسا بتاعتي، امشي من هنا يا اسد سيمبا، ايه اللي هموتك دلوقتي؟ ده انا اللي هموتك يا نمور، هات بقى المسا السحرية ديت. سيب المسا السحرية ديت يا اسد سيمبا. الحمد لله على سلامتك يا نمور، خد بقى في دماغك. سيبني يا اسد سيمبا، خلاص حرمت والله. تستاهل الموت يا نمور عشان انت اتجرأت على حيوانات الغابة بتاعتي. ما تنسوش يا اصدقائي تعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك في قناة حواديت نوها علشان يوصلكم كل جديد، وكمان تفعلوا الجرس.
تحفي الهيصة اللي في الغابة دي. مش عارفة يا بقورة، ده شكله كده الأسد سيمبا، أنا شفته، ده شكله بيبيع بطيخ. بطيخ؟ يا حلاوة، ده الجو حر أصلاً. يلا بينا نروح نشتري بطيخ من عمو سيمبا، وكمان نبارك له على التوك توك الجديد. يلا يا بقورة، ده العيال في البيت هيفرحوا قوي بالبطيخ. يلا اللي عاوز بطيخ، يلا عالسكينة يا بطيخ، يلا يلا. ايه ده؟ مش ده الاسد سيمبا؟ يا حلاوة يا حلاوة، هو بيبيع بطيخ؟ ده انا بحبه قوي. يا سلام يا فلافيلو، الاسد سيمبا ده ذكي خالص، كل شوية يطلع لنا بحاجة مختلفة ويبيعها في الغابة. انا هروح اشتري منه بطيخة علشان ولاده الصغيرين ياكلوا منها البذر، وانا اكل بقى البطيخة. انا بقى باكل البطيخة كلها مرة واحدة في بقي، لا بنقي بذر ولا بعمل حاجة. يلا بينا نروح نشتري بطيخ. يلا البطيخ المسكر، يلا البطيخ الجميل، يلا علشان الحر البطيخ الحلو الجميل. يلا يلا تعالوا اشتروا بطيخ. انتوا شايفين اللي انا شايفه وسامعين اللي انا سامعه؟ ده توك توك ده ولا انا بتهيألي؟ ايوه يا سيمبا، ده توك توك باباك بيبيع فيه بطيخ. كده يا بابا من غير ما تقولي اخد لفة في التوك توك الجديد؟ طيب بقى عن اذنكم بقى يا صحابي، انا اروح اشوف بابا عشان اخد لفة في التوك توك، وكمان انا عايز اكل بطيخ. وانا اروح اقول للماما تيجي تشتري لي بطيخة من عند عمو سيمبا. وانا كمان هروح اقول للماما تشتري لي بطيخه من عند عمو سيمبا، احنا بنحب البطيخ قوي. ماشي يلا يا اصحابي، انا راح الحق التوك توك. المنزل بقى نزل البطيخ هنا، الحته دي حلوه قوي وبيعه هنا علشان الناس اللي في الغابه تعرف ان انا معايا بطيخ. يلا عالسكينة يا بطيخ، البطيخ الأحمر الجميل المسكر، يلا تعالى دوق واشتري، دوق واشتري البطيخ بتاعي. بابا يا بابا، انت اشتريت توك توك امتى يا بابا؟ وكمان ايه البطيخ الجميل ده؟ ايه رأيك يا واد يا سيمبا؟ بطيخ جميل ولذيذ. بس انا يا بابا عايز اركب التوك توك ده لفة، والنبي يا بابا، والنبي يا بابا. يلا امشي من هنا يا واد يا سيمبا، سيبني اعرف ابيع شويه البطيخ دولي. بقول لك ايه، خد البطيخه دي اديها لمامتك، خليها تحطها لنا في الثلاجه على ما ارجع من الشغل، وبعدين روح ذاكر، ولما تبقى تخلص مذاكره هبقى ركبك التوك توك لفه يا سيدي. ايه رايك بقى؟ ايوه بقى، كل شويه ذاكر 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 يا سيمبا، ذاكر يا سيمبا، مفيش مره تقول لي روح العب يا سيمبا. انا ماشي. عيال اخر زمن صحيح، عيال ما بتسمعش كلام اهاليها، وكمان عاوزين يركبوا تكاتك ولا عاوزين يتعلموا ولا يذاكروا، جاتكم الهم. يلا تعالوا اشتروا البطيخ المسكر الجميل، يلا يلا. يا اسد سيمبا يا اسد سيمبا، بكام البطيخة؟ البطيخة ب50 جنيه. طيب اديني واحدة يا اخوي، بس افتحالي والنبي، علشان لو كانت قرعة هسيبها لك هنا. وانا كمان يا اسد سيمبا، افتح لي بطيخة زي الخروفة دي، علشان لو كانت قرعة برضو هسيبها لك. ده انتوا ستات ناصحة صحيح، بس ما تخافوش، انا البطيخ بتاعي احمر كله. ماشي نفتح لك دي يا خروفة، بسم الله الرحمن الرحيم، حمرة وحلوة اهي وزي الفل. شكرا يا اسد سيمبا، البطيخة جميل، اتفضل ال50 جنيه اهي. وانا يا اخويا افتح لي واحدة تكون حمرة كده زي بتاعة الخروفة.
ماشي، نفتح لك ديت يا بقورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا اخويا، دي البطيخة قارعة. ايه ده، ماليش دعوة، افتح لي واحدة غيرها. يا خبر ابيض على الحظ المنيل، من اولها كده هنرمي البطيخ. خد يا بقورة البطيخة دي، بس مش هفتحها بقى، كفاية البطيخة اللي رميتها، افتحيها انت يا اختي في البيت طالما انت ناصحة كده. ماشي يا اسد سيمبا، هات البطيخة. الله 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 الله، البقرة ما ادتنيش فلوس البطيخة، بقى يا رب ارمي بطيخة وكمان تاخد واحدة فوقها كمان، وكمان ما تدينيش الفلوس وربنا ما انا سايبك يا بقورة. هاتي يا ولية تمن البطيخة، يا إلا هدشدش لك دماغك. آي آي، خد يا أسد سيمبا بس سيبني في حالي. عالم حرامية صحيح. يلا البطيخ الأحمر، يلا البطيخ المسكر، عاسكينا يا بطيخ، يلا البطيخ. يا أسد سيمبا يا أسد سيمبا، اديني بطيخة لو سمحت، بس تكون كبيرة خالص علشان تشبعني. اتفضل يا فلافيلو. لا يا أسد سيمبا، دي صغيرة، أنا عايز واحدة أكبر من دي. بس كده طلبك موجود يا فلافيلو، بس بطيخة كبيرة وهتبقى بمية جنيه. أيوة أيوة، دي يا أسد سيمبا حلوة وكبيرة. أفتح حالك بقى يا فلافيلو. لا يا أسد سيمبا، أنا أهم حاجة عندي إنها تكون كبيرة، أنا أصلا باكلها بقشرها، باكلها مرة واحدة كده في بقي. شكرا يا أسد سيمبا، اتفضل الفلوس أهي. والله ريحتني يا فلافيلو. مع السلامة يا أسد سيمبا، يا ريت كل الزبائن زي فلافيلو. لو سمحت يا عمو سيمبا، اديني بطيخة بس تكون بذرها كتير. ودي هعرفها ازاي دي يا فرخة، بذرها كتير ازاي؟ والله افتحها ونعد البذر اللي فيها. امشي يا فرخة من هنا من قدامي. كاك كاك كاك، سيبني يا اخويا، والله ما انا مشترية منك بطيخ. ده ايه ده؟ سيبني يا اخويا سيبني. يلا بسرعة يا اصدقائي، اعمل لايك للفيديو ده واشتراك في قناة حواديت موها علشان يوصلكم كل جديد. باي باي. واخيرا عرفت هنتقم منكم ازاي يا ابطال يا خارقين. ايه ده ايه ده، انت هتعملوا فيا ايه يا ساحره شريره؟ ابعد عني يا ساحره شريره. حصل لي ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه ده؟ ابعدي عني يا شريره، انت عملتي فيا ايه؟ ايه ده، انا بقيت كلب. انا كده انتقمت منك يا هالك، ما شوف بقى بقيت اصحابك. ايه ده ايه ده، هتعملي فيا ايه شريره؟ ابعدي عني يا شريره، ابعدي عني. ايه ده ايه ده، اللي بيحصل لي ده، اللي بيحصل لي ده. ابعدي عني. ايه ده، انا بقيت كلب كده ازاي؟ رجعيني يا شريره، رجعيني زي ما كنت. دلوقتي الدور على سبايدر مان. ايه ده، ابعدي عني يا شريره، ابعدي عني يا ساحره يا شريره. ايه ده، ايه اللي بيحصل لي ده، ايه اللي بيحصل لي ده؟ الحقوني الحقوني. ايه ده، انت حولتيني الكلب، رجعيني زي ما كنت يا شريره، رجعيني. لا مستحيل ارجعك، انا خلاص كده انتقمت منك انت واصحابك. يلا روح بقى حصلهم. وبعدين بقى يا ابطال يا خارقين، احنا هنفضل كلاب كده كتير؟ انا مش عارف الساحره الشريره دي عملت معانا كده ليه، كل شويه يحولونا لحيوان مختلف. انا بفكر نروح للقرد الحكيم، ممكن يكون عنده وصفة سحرية يقول لنا عليها. يلا بينا يا ابطال يا خارقين على القرد الحكيم. يا قرد يا حكيم، يا قرد يا حكيم، ساعدنا يا قرد يا حكيم. ايه ده، انتوا كلاب ولا ابطال خارقين ولا انا بتهيألي؟ احنا الابطال الخارقين، بس الساحرة الشريرة ادتنا حقنة مسحورة، هي اللي حولتنا كده، حولتنا كلاب، وعلشان كده احنا جايين لك علشان تشوف لنا حل زي المرة اللي فاتت.
صح كده، الموضوع كبير، والبطيخة القرعة بتاعت المرة اللي فاتت مش هتنفع معاكم المرة دي، انتوا هتحتاجوا عشبة البلوط الأخضر. ايه ده يا عم، انت كل مرة تجيب لنا حاجة غريبة، بلوط ايه اللي احنا هنجيبه ده؟ هنجيبه منين ده؟ انا مش عارف، كل اللي اعرفه ان هو موجود فوق عند الجبل بيزرعوه فوق، روحوا هناك واسألوا. خلاص احنا متشكرين جدا يا قرد يا حكيم، يلا بسرعة يا ابطال يا خارقين نروح ندور على البلوط الاخضر. الحقوني انا وقعت في الحفرة، حد يطلعني حد يطلعني من الحفرة دي، حد يطلعني. ايه ده، بصوا بصوا، ده الفيل فلافيلو وقع في الحفرة. ايه اللي وقعك كده يا فيل يا فلافيلو؟ طلعوني والنبي، انا مش عارف اطلع، طلعوني من هنا. ما تخافش ما تخافش، احنا هنطلعك، يلا يا ابطال يا خارقين نطلعه بسرعة ونشده. ده تقيل جدا. الحمد لله انا طلعت بالسلامة، شكرا شكرا. ايه ده، انا سمعتكم بتقولوا يا ابطال يا خارقين، هو انتوا فعلا الابطال الخارقين ولا انا بيتهيألي؟ احنا الابطال الخارقين، والساحرة الشريرة هي اللي حولتنا لكلاب كده، واحنا جايين المكان ده علشان ندور على شجرة البلوط الاخضر. ما تعرفش مين اللي بيزرعها هنا او موجودة فين مكانها يا فلافيلو؟ والله ده انتوا حظكوا وحش قوي، ده شجرة البلوط دي قطعوها كلها من الغابة علشان كانت بتبقى مضللة وما بتخليش الشمس تيجي في الغابة خالص، والحيوانات عايزة تتشمس بقى في الشمس. ليه كده بس يا فلافيلو؟ يعني مش هنلاقي عند اي حد خالص النباتات بتاعتها علشان نزرعها او نلاقي الشجرة نفسها؟ انتوا تروحوا لعند التمساح، هو اللي بيحتاج الشجرة دي، ممكن تلاقوه زارعها ولا حاجة، روحوا له بقى وهو هيقول لكم على طريقها. ماشي يا فلافيلو، يلا بينا يا ابطال يا خارقين ندور على شجرة البلوط الاخضر. ايوه يا كلب انت وهو، عايزيني في ايه؟ بتدوروا عليا ليه؟ احنا عاوزين نعرف منك مكان شجرة البلوط الاخضر، علشان صراحة احنا محتاجين النبات ده قوي. ايه ده، هو لسه في حد بيدور على البلوط الاخضر ده؟ انا مصدقت ابيعه للناس واخلص منه، ده ما حدش عاد بيشتريه خالص بعد ما كل الناس جم قطعوا الشجر اللي في الغابة، وما عادش حد بيسيب ولا شجرة بلوط في الغابة، فانا بعته كل النبات اللي عندي علشان اخلص منه. ايه ده، بعته لمين؟ قولنا بسرعة مين اللي اشتراه منك. الصراحة انا بعته للدب، الدب خده مني على اساس ان هو يجي يزرع برتقان، وانا اديته له علشان اخلص منه. يا نصاب، يعني هو دلوقتي زمانه مفكر ان هو زرع شجر برتقان وهو شجر بلوط. ايوه بالظبط كده. طيب يلا بينا نلحق المصيبة اللي هو عملها ده، ونروح نشوف الدب عمل ايه بالبلوط بتاعه ده. ده بالعكس، ده خدمنا خدمة عمرنا، ده احنا هنروح هنلاقي زرع شجر البلوط وساعتها نلاقي النبات وناخده. انا والله ما فاهم حاجة، يلا روحوا شوفوا بلوط بقى اللي انتوا بتدوروا عليه ولا برتقان، روحوا روحوا. راسي، ايه اللي وقع على راسي ده؟ ايه ده، دي بلوط، هو انا مش نايم تحت شجرة برتقان ولا ايه؟ يا خرب بيتك يا دبدوب، انت زارع شجر بلوط مش برتقان، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، هعمل ايه دلوقتي؟ ده البلوط محدش بياخده خالص، انا دلوقتي هعمل ايه بشجرة البلوط دي؟ التمساح ضحك عليا وخلاني اخد بلوط، انا كنت عايز شجر برتقان، والله لا اروح اكسر له دماغه بالبلوطه ديت. لو سمحت يا دب، احنا محتاجين البلوطه اللي معاك ديت.
انا مش عاوزها، ده انا عندي شجره بحالها منها، خدوها. يلا بسرعه يا ابطال يا خارقين، ناكلها بسرعه علشان نتحول. هم 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 ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حد يفهمني، انتوا اتحولتوا كده ازاي وبقيتوا ابطال خارقين؟ احنا الابطال الخارقين الحقيقيين، والساحره الشريره هي اللي عملت فينا كده، واحنا عارفين ان التمساح ضحك عليك واداك بذور شجره البلوط بدل بذور شجره البرتقال، فجينا علشان ناخد البلوطه علشان نتحول. ايه ده؟ التمساح يعني اعترف بنفسه انه هو غشاش اهو، انا اروح اكسر له دماغه. لا 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 ما تروحش، احنا هنديك تمن البذور دي واكتر كمان علشان انت السبب انك تحولنا لابطال خارقين تاني. اتفضل يا دب. الله الله، الفلوس دي كلها، متشكر خالص، متشكر متشكر.